السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هناخد مصر في عصر الايوبيين والمماليك. معاك الاستاذ عمر علي. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتبعت الفيديو لكل اصحابك. ركز معايا بقى واحد الله. احنا قلنا ان الدوله الفاطميه انتهت. طب بعد ما انتهت يا مستر طلع واحد اسمه صلاح الدين الايوبي. مين اللي مسكه يا مستر يبقى وزير؟ الخليفه العاضد. طب الخليفه العاضد لما مسك صلاح الدين الوزاره، صلاح الدين الغى الخلافه الفاطميه وعمل هو الدوله الايوبيه فين؟ في مصر والشام، زيه زي احمد ابن طولون. خدنا طبعا هنا الشده المستنصريه، خدنا المعز لدين الله، وخدنا دور جوهر الصقلي، خدنا ده كله. والنهارده ان شاء الله علينا الدرس الرابع في مصر في عصر الايوبيين والمماليك. ركز ووحد الله ورقه وقلم ومخمخ معايا. طيب عندك هنا عصر الايوبيين والمماليك عصر مهم في تاريخ الاسلام ليه يا مصر؟ اقول لك لانهم واجهوا خطرين، خطر اسمه المغول وخطر اسمه الصليبيين. يبقى انت عندك الايوبيين والمماليك واجهوا كم خطر؟ خطرين. خطر الصليبيين اللي هم طبعا عاوزين ياخدوا بيت المقدس وياخدوا مصر وده كله، وخطر مين؟ المغول. طيب هنا يعد عصر الدولة الايوبيين والمماليك من اهم عصور الدولة الاسلامية. ليه يا مستر؟ قالك ليس في مصر وحدها، بل في الشرق الادنى حيث تحملت خلالها الدولتان عبء الدفاع عن الاسلام والمسلمين من الاخطار اللي هم مين؟ الصليبيين اللي هم طبعا كانوا بيدعوا للديانة المسيحية. وعندك هنا المغول طبعا دول جايين منين؟ من شرق ووسط اسيا. طبعا المغول نسبة الى جيموليه اللي هو جنكيز خان. تمام؟ طيب ده طبعا جنكيز خان هو اللي وحد القبائل المغولية وعمل دولة الايه؟ المغول. ركز ووحد الله. طيب هنا عندك حملات حربية قادها مسيحيو غرب اوروبا. طب مسيحيو غرب اوروبا دول يا مستر بيعتنقوا الديانة الايه؟ الكاثوليكية. الديانة الايه؟ الكاثوليكية او مسيحيين كاثوليك. طيب غرب اوروبا، انت عندك غرب اوروبا. طيب على المسلمين في الشرق ليه؟ لانتزاع الاراضي المقدسة المسيحية من ايديهم واعتبرها حرب مقدسة. ايه هي الاراضي المقدسة يا مستر؟ اللي هو بيت المقدس والقدس واللي حواليه ده بالنسبة لهم ايه؟ اماكن مقدسة. طب هم طبعا عندك البابا اوربان الثاني. البابا اوربان الثاني ده حصل معركة بين مين؟ بين السلاجقة ومين تاني؟ والمسيحيين. طب المعركة ديت اسمها ايه يا مستر؟ ملاز كيرت او مان زكيرت اللي انت عايز تقوله قوله. طب المعركة ديت يا مستر ظهرت بين مين ومين؟ دولة اسمها السلاجقة ومين؟ والبيزنطيين. مين كسب يا مستر؟ السلاجقة، وكان بقيادة قلب ارسلان. طبعا بعد ما دولة السلاجقة كسبت في معركة ملاز كيرت مين اتضايق؟ عندك البابا اوربان. بابا اوربان راح لكل شعوب اوروبا، فضل ينشط عندهم الروح الايه؟ المسيحيه، واحنا خسرنا الاراضي المقدسه والمسلمين بيعملوا والكلام ده كله. اثار الشعور الايه؟ الديني. يبقى هو مصر لعب على الناحيه الايه؟ اقول لك الدينيه. اثار الشعور الديني بتاع مين؟ بتاع اوروبا. ليه؟ عشان يبعتوا حملات على مين؟ على الشرق. طب ركز معايا، هنا اسباب مجيء الايه؟ الحملات الصليبيه. اول حاجه اسباب سياسيه. اول حاجه يا عمي اسباب ايه؟ سياسيه. عندك الملوك وامراء اوروبا، امراء وملوك مين؟ اوروبا، عاوزين يعملوا ايه؟ قال لك الشرق. الشرق ده مكان كبير ودافي واراضي كبيره، ايه المشكله احنا كامراء نروح ناخد مناطق اسمها الايه؟ الاقطاع، نعمل نظام اقطاعي وناخد الاراضي دي وابقى انا الملك عليها، اعمل اماره مستقله. طب انت هتاخد الاراضي دي ازاي؟ قال لك لازم اقضي على المسلمين اللي فيها. طيب يبقى رغبه امراء اوروبا في انشاء امارات مستقله لهم فين؟ في الشرق الاسلام. يبقى ده سبب سياسي. طيب السبب السياسي جه مع سبب ايه؟ اقتصادي، اللي هو عاوز ياخد ايه؟ اراضي ويعمل اماره مستقله. طب عندك السبب الديني، رغبه البابا بالغرب في الاستيلاء على الاراضي الايه؟ المقدسه في الشرق. يعني ايه؟ البابا في الغرب عاوز ياخد الاراضي المقدسه، ليه يا مستر؟ قال لك علشان مكانته الدينيه تزيد، مكانته الدينيه تزيد، ما يبقى معاه بيت المقدس وبتاع، يبقى مكانته الدينيه، وده طبعا كانت لمصلحه شخصيه. طب ايه السبب الاقتصادي؟ السبب الاقتصادي من اجل المال والاراضي، قال لك رغبه النبلاء وفرسان اوروبا في الحصول على خيرات الايه؟ الشرق وممتلكاته. يعني ايه يا مستر؟ انا قلت لك احنا كشرق، الشرق عندنا
طبعا الجو معتدل في اوروبا، الجو تلج، احنا بنزرع، هم عندهم الزراعه بسبب المناخ حاجات معينه، احنا بنزرع كل خيرات ربنا. طب احنا الشمس عندنا دافيه، هم لا. فهو قالك لا، احنا عايزين نيجي ناخد الخير بتاع الناس دي، الناس دي عايشه ازاي كده واحنا عايشين ازاي كده. احنا طبعا كنا احسن منهم ولازم نرجع احسن منهم ان شاء الله. فهنا السبب الاقتصادي رغبه النبلاء وفرسان اوروبا في الحصول على خيرات الايه الشرق وممتلكاته. السبب الاجتماعي بقى، بص، السبب الاجتماعي اقنان يعني عبيد، العبيد اللصوص، اي حد كان محبوس ملوك اوروبا راحوا طلعوه وقالوا له عاوز تاخد حريتك؟ اه عايز اخد حريتي. اعتبر ده واحد قدامي كده، انا بقول له انت ده عبد وانا ملك، عايز تاخد حريتك؟ يقول لي اه عايز اخد حريتي. طب عاوز تبقى ملك؟ اه طبعا عايز ابقى ملك. عايز تبقى غني؟ اه عايز ابقى غني. طب هتمسك السلاح وتروح تحارب فين؟ في الشرق، ولو كسبت هنديك ممتلكات الايه الشرق، هنوزع عليك الغنائم. فطبعا الناس دي كانت بتحارب بايه؟ بدمويه، باستماته، لو انا لازم احارب واكسب. ليه تحارب وتكسب؟ عشان اتحرر من العبوديه اللي انا فيها واتحرر من السجن. فركز معايا كده، قال لك هنا رغبه اقنان اللي هم العبيد في الخروج من الازمات الاجتماعيه والاقتصاديه الطاحنه فين؟ في اوروبا. اندفعت الحملات الصليبيه في شكل موجات متتاليه، الحملات الصليبيه اندفعت في شكل موجات ايه؟ متتاليه كل شويه على العالم الاسلامي في بدايه عام كام يا مستر؟ 490 هجري 1096 ايه ميلادي، 490 هجري 1096 ميلادي. هنا مستغله اضطرابات الاوضاع في العالم الاسلامي وتفكك القوى الايه الاسلاميه. طب التفكك القوى الاسلاميه ده يا مستر بين مين ومين؟ انا قلت لك ان هنا شاور ودرغام، مش في تفكك، وده الخليفه العباسي كان ضعيف، وفي نفس الوقت مصر بدات يحصل منها نزاعات وخلافات، فهم استغلوا الكلام ده. احنا هنرجع بالتاريخ شويه. عندك هنا ضعف الخلافة العباسية فين؟ في بغداد. الخلافة العباسية لم تكن الخلافة قادرة، طب قادرة عليها مصر ان هي تحكم البلدان التابعة ليها منهم مصر. طبعا ضعف الخلافة ولم تكن قادرة على فير سيطرتها على مقاليد الحكم في الدولات التابعة ليها، خاصة مين؟ مصر. ليه مصر؟ مصر ان مصر كله كان طمعان فيها. عدم وجود جيش قوي تحت الخليفة يمكن التصدي لقطر الايه الصليبي، يبقى هنا كان في تفكك سياسي وضعف عسكري. طب ايه الدليل تفكك السياسي؟ ان هو مش قادر يحكم الدولات التابعه ليه. وايه الدليل ان الضعف العسكري يا مستر؟ ما كانش في جيش قوي. فيبقى هنا تكتب لي كده، كان هناك في العصر العباسي الثاني، وركز، العصر العباسي الثاني تفكك سياسي وضعف عسكري. اتفقنا يا عمي؟ طيب الانقسامات السياسيه، الانقسامات السياسيه. طيب عندك الانقسامات السياسيه، هنا انقسم الشرق الادنى وتفكك القوى الايه السياسيه. عندك في مصر دوله فاطميه شيعه المذهب، وعندك الاماره السلجوقيه اللي هي تقع فين يا مستر؟ في اسيا الصغرى. طيب دوله فاطميه شيعه فين؟ في القاهره. طبعا دخل عليها مين؟ صلاح الدين الايوبي، مسلم سني. فالكلام ده مسلم سني وده مسلمين شيعه، ده عاوز ينشر مذهبه، ده عاوز ينشر مذهبه، ده الصح، لا انا الصح. طب ده سهل على الصليبين في ايه؟ في احراز الانتصار الايه الاول. يبقى الصليبين احرزوا الانتصار الاول بسبب ايه؟ خلاف بين مين يا مستر؟ المذاهب. الاثنين مسلمين بس ده شيعي وده مسلم. فطبعا هنا انا بطبق مبدا الايه الاتحاد قوه والتفرقه ايه ضعف. فعندك هنا الحمله الصليبيه الهين الاولى، ركز معايا بقى، الحمله الصليبيه الهين الاولى 490 هجري، الحملة الصليبية الهين الأولى. أول حاجة قلنا تفوق في جيش الإيه؟ الصليبيين في العدد. طب العدد جه منين يا مستر؟ أنا قلت لك هو جاب أقنان الأرض اللي هم العبيد، جاب أي حد قادر على حمل السلاح وقال له حارب، فتفوق جيوشهم فين؟ في العدد. طب إحنا كانت جيوشنا قليلة في العدد ليه يا مستر؟ بسبب التفكك الإيه؟ السياسي. انعدام المقاومة المنظمة في إمارات الإيه؟ الشام. يعني إيه انعدام المقاومة المنظمة؟ أنا قلت لك في تفكك، فبالتالي كل واحد عامل فيها هو القائد، فمفيش مواجهه منظمه، فبالتالي ايه اللي حصل؟ تفرقه. التفرقه ادت الى ايه؟ ضعف. في نفس الوقت الحروب الداخليه بين الامراء الايه؟ السلاجقه. الامراء السلاجقه زيهم زي بعد كفور الاخشيد، بعد موت خماروي، ايه اللي حصل؟ قال لك هنا العيال كل واحد منهم عاوز يمسك الحكم، فبالتالي دخلوا في حروب مع بعض، فبالتالي ادى ضعف داخلي. ضعف الداخلي ادى الى ايه؟ سيطرت الحملة الصليبية على ثلاث امارات ومملكة. طب ايه اول حاجة؟ امارة الرها او الروها. طيب وبعدين امارة انطاكيا، وبعدين طرابلس،
او طرابلس، وبعدين مملكة بيت الايه المقدس. طب ليه سموا دي مملكة بيت المقدس؟ اول حاجة للمكانة الدينية فسموها مملكة. طيب امارة الرهب رابولس الكلام ده، ركز معاه كده، تعالك اهو اهو. قال لك ايه يا عمي؟ اول حاجة خدوها مملكة بيت المقدس، يبقى ده على الايه الساحل. وبعدين عندك هنا طرابلس الساحل، عندك انطاكيا ساحل. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا هم خدوا بيت المقدس، وعندك امارة الرهب وطرابلس وايه انطاكيا. يبقى هم خدوا ايه؟ خدوا الشريط الساحلي للبحر المتوسط. يبقى هم امنوا الشريط الساحلي الشرقي للبحر المتوسط. يبقى هنا لما خدوا هم بيت المقدس وعندك طرابلس والرهب الكلام ده كله، هم امنوا بيت الايه المقدس، خدوا ثلاث ممالك اهم، دول الثلاث حاجات. طب في حاجه واحده اللي هي مين؟ اماره الرهب دي ايه؟ داخليه جنب العراق. اتفقنا؟ طبعا جنب العراق. يبقى هم هيأثروا على مين؟ على الخلافه العباسيه. يبقى الخلافه العباسيه بعد ما الصليبيين سيطروا على اماره الرهب، اقرب اماره للخلافه العباسيه هي اماره الايه الرهب. اتفقنا؟ يبقى هم خدوا ثلاث امارات ساحليه ومدينه داخليه. فانا يا عمي هنا احنا قلنا تفوق الجيش والكلام ده، يبقى هم خدوا اماره الرهب، وقلنا اماره الرهب دي ركز واكتب ورايا، اماره الرهب دي اقرب شيء لمين؟ للدوله او للخلافه الايه العباسيه في بغداد. طرابلس مدينه ساحلي ساحلي ساحلي، يبقى عندي ثلاثه ساحلي وواحده ايه داخلي. حلو والله، ثلاثه ساحلي وواحده داخلي. عندك هنا دور الدوله الايه الزنكيه. بسم الله الهادي. دور الدوله الايه الزنكيه. طبعا الدوله الزنكيه تنسب الى مؤسسها عماد الدين ايه زنكي. عماد الدين زنكي ده يا مستر احدى قاده الخلافه العباسيه، او احدى قاده مين؟ السلاجقه. عماد الدين زنكي تاني، عماد الدين زنكي احدى قاده مين؟ السلاجقه. يبقى احدى اتابكه. يعني ايه اتابكه؟ قاده، قاده العسكر. اتابكه يعني قاده الايه العسكر. السلاجقه، وكان اميرا على الايه الموصل. الموصل دي فينا مستر العراق. يبقى احدى اتابكه السلاجقه وكان قاده على الايه الموصل. عماد الدين زنكي قال لك احنا بنخسر ليه؟ انا ايه السبب ان احنا نخسر؟ قعد مع نفسه كده قال ادي عماد احنا بنخسر ليه؟ قال اه احنا بنخسر عشان احنا ليس على قلب رجل واحد، احنا مش دوله قويه، مش دوله واحده، احنا بنخسر عشان بيننا تفكك وانقسامات. هتعمل ايه؟ قال لك ادرك ان الوحده هي الحل الوحيد لطرد الايه الصليبيين. يبقى هو هنا طبق مبدا ايه يا مستر؟ الاتحاد قوه. لذلك قام بضم مين؟ حلب، حمص، حماه لحكمه. يبقى ضم مين يا مستر؟ حلب، حماه، وحمص لايه؟ لحكمه. يبقى دي اول مرحله الايه الوحده. طيب انا قلت لك اقرب مدينه للدوله العباسيه ايه الصليبين خدوها؟ طالب دلوقتي قال لي الرهة يا مستر. الله ينور عليه، الرهة. فاول اماره هو هياخدها ويرجعها تاني اماره الرهة. فرجعها في استرداد اول اماره من الصليبين اللي هي اماره الايه الرهة. ليه؟ لقربها من عاصمه الخلافه، لقربها من عاصمه الايه الخلافه. سكت، قال لك لا، استكمل فتوحاته لطرد الصليبين، لكن من حظه مات على ايد احد ايه مماليكه، زي بالظبط محمد بن ضغط لما مات عليه ده احدى ايه غلمانه. طبعا بعد ما مات مين مسك؟ نور الدين محمود. احنا قلنا نور الدين محمود ده جه مصر ازاي؟ طالب دلوقتي قال لي يا مستر انت قلت لي بسبب اني شاور استعان بيه. طيب عندك نور الدين محمود. نور الدين محمود تولى مهمه النضال والكفاح بعد استشهاد ابيه. مين هو؟ عماد الدين زنكي. يبقى احنا قلنا نور الدين محمود ابن مين؟ عماد الدين زنكي. يبقى هيكمل اللي مين بدأه؟ بابا. تطلع الى ضم مصر لانه ادرك اهميه موقعها. طلع لضم مصر، يبقى هو كان دارس جغرافيا، راجل بيفهم. طبعا قال لك هنا هو طبعا خد بقول مين؟ الرسول: ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فان لهم ذمه وايه وصهر. وخد بكلام سيدنا عمرو بن العاص لما قال لك ان مصر دوله قويه وهتساعدنا في صد هجمات مين؟ الصليبين. هو قال لك بس مصر عندك موقعها متميز وامكانياتها البشريه، الشباب اللي في مصر شباب لو دخل الجيش وحس ان اي حد عاوز يحتل ارضه يموت او يموت نفسه قصاده عادي، مش بيفرق معاه. وعندك هنا الجانب الايه المادي، مصر طبعا في الوقت ده كانت بتاكل العالم. مصر لما حصل القحط في العالم في عهد سيدنا يوسف، مصر اللي اكلت العالم كله. مفيش حد في مصر او مفيش حد في العالم مصر ما بعتتلوش اكل. ركز معايا، واي حد يقول لك مصر ضعيفه، مش مصر ضعيفه، ده اخطر. في مواجهه مين؟ الصليبيين. يبقى تاني طلع لضم مصر ليه؟ لان ادرك ان مصر هي ترسانه العالم الاسلامي من الجانب البشري
والجانب ايه يا مستر؟ المادي. مصر غنية. طيب احنا قلنا استغل الانقسام او استغل الصراع بين شاور ودرغام. طب مين اللي استعان بيه؟ شاور. استعان بمين؟ بنور الدين محمود. نور الدين محمود قال له انا جاي لك، فارسل نور الدين محمود جيش. مين القائد بتاعه؟ اسد الدين شركوه وصلاح الدين الايه؟ الايوبي. مين كسب يا مستر؟ اسد الدين شركوه. طب بعد ما اسد الدين شركوه يا مستر مات، مين مسك؟ صلاح الدين اللي انت خدته في الدرس اللي فات. يبقى عندك نور الدين محمود، مين استعان بيه؟ طالب قال لي شاور. طيب شاور استعان بمين؟ بنور الدين محمود. نور الدين محمود بعت مين؟ في طالبه قالت لي بعت اسد الدين شركوه ومعاه صلاح الدين الايوبي. بعد ما كسبه مين مات؟ في طالبه قالت لي اسد الدين شركوه مات يا مستر. الخليفه العاضد عين مين؟ عين صلاح الدين الايوبي. طب صلاح الدين الايوبي عمل ايه؟ اسقط الخلافه الفاطميه وعمل الدوله الايه؟ الايوبيه. طبعا هنا رجع مصر للخلافه العباسيه اللي هو المذهب الايه؟ السني، بعد ما كانت مسيحيه او قصدي بعد ما كانت مسلمه بس شيعه. طبعا بوفاه نور الدين محمود ذهب حكم بلاد المسلمين لصلاح الدين الايه؟ الايوبي. هنا واخذ على عاتقه مواجهه الخطر الايه؟ الصليبي. يبقى صلاح الدين الايوبي تولى وعمل دولته المستقله بعد ايه؟ بعد وفاه نور الدين محمود وليس اسد الدين شركوه، هو تولى الوزاره بعد اسد الدين شركوه. هنا الحمله الصليبيه الثانيه، هنا جت بقياده كونورد، ده امبراطور الايه؟ كونورد الامبراطور المانيا، ولويس الايه؟ السابع ملك فرنسا لاسترداد اماره الايه؟ الرها. طيب صلى النبي. مين اللي خد اماره الرها؟ قلنا عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي لما خد اماره الرها الصليبين اتضايقوا، قال لك احنا عاوزينها، راحوا عاملين ايه؟ باعتين حملاه بقياده مين؟ كونورد الايه؟ الثالث، وده كان امبراطور المانيا، ولويس السابع ملك فرنسا. يبقى دي كانت حمله ايه؟ من المانيا وفرنسا. طب حملة ألمانيا وفرنسا ليه يا مستر؟ عشان يستعيدوا إمارة الرها اللي مين خدها؟ عماد الدين زنكي، لكن عماد الدين زنكي كان مات، فمين هيتصدى؟ نور الدين محمود. طب الحملة دي فشلت ونجحت؟ فشلت بسبب مين؟ بسالة نور الدين محمود والجنود اللي معاه. طيب عندك دور الدولة الأيوبية بقى، دور الدولة الأيوبية. هنا تمثل في كفاح صلاح الدين الايوبي وخلفائه ضد الصليبيين حيث تصدوا لكام حمله؟ اربع حملات. ركز في الخريطه كده، دي الدوله الايوبيه. طبعا الدوله الايوبيه ديت كانت كبيره، دي كلها عندك، دي كلها كده، دي كلها كانت الدوله الايه؟ الايوبيه. يعني واخده دي كده، دي كلها الدوله الايوبيه. صلاح الدين كان قوي طبعا، كانت الدوله الايوبيه كبيره في المساحه. طبعا عندك هنا الاصفر ده، دي كانت ايه؟ اماره صليبيه. فانت عندك الدوله الايوبيه لازقه في مين؟ في الامارات الصليبيه، وصلاح الدين طبعا هياخدها. صلاح الدين الايوبي ولقب بالايه؟ بالناصر. صلاح الدين الايوبي ولقب بالناصر. صلاح الدين الايوبي نجح في ضم ايه؟ مصر والشام وبلاد الايه؟ الحجاز. طيب مصر لانه ادرك انها ايه؟ مكان جغرافي. طيب والشام لانها تمثل خطر على مين؟ على مصر، لان الحدود قصيرة بين مصر والايه؟ والشام. طبعا بلاد الحجاز دي ليه؟ للمكانة الدينية. طيب العراق طبعا هنا يختلف مع احمد بن طولون، ويختلف احمد بن طولون كان خد مصر والشام والحجاز لكن ما ضمش العراق، صلاح الدين هو الوحيد اللي ضم الايه؟ العراق. هنا لتكوين جبهة قوية لطرد مين؟ الصليبيين. يبقى هو طبعا مش على مبدأ عماد الدين زنكي اللي هو الاتحاد قوة والتفريق ايه؟ ضعف. طيب هنا مرت عمليات الحرب ضد الصليبيين بكم مرحله؟ بمرحلتين. ركز بقى معايا، مرحله الدفاع ومرحله الايه؟ الهجوم. صلاح الدين الايوبي قال لك انا ما اعرفش الناس دي بتحارب ازاي، طريقتها في الحرب عامله ازاي، فانا هتبع معاهم ايه؟ حرب المناوشات. يعني ايه حرب المناوشات؟ هضربه واجري لحد ما اعرف هو بيحارب ازاي، هو فكره ازاي في الحرب، خطته بتبقى ايه. تمام يا عم صلاح. فقال لك اول حاجه انا هتبع الايه؟ الدفاع، لمعرفه قدرات الصليبيين وامكاناتهم. وتم فيه. عندك هنا الاشتباك، الاشتباك في معارك ايه؟ بسيطة. طيب هنا كان بيتبع طبعا ايه؟ معارك الكر والفر، في معركة اسمها الايه؟ الكرك والايه؟ والشوبك. طب الشوبك والكرك دول كانوا ايه؟ معارك بسيطة، بيضرب ويجري عشان يعرف دنيتهم عاملة ازاي. طب ليه المعركتين دول؟ قال لك عشان أمن طريق القوافل. يبقى هو كان عاوز يأمن الجانب الايه؟ الاقتصادي، وفي نفس الوقت طريق الحجاج عشان يأمن الجانب الايه؟ الديني. يبقى هنا طريق القوافل جانب اقتصادي، وطريق الحجاج جانب ايه؟ ديني. في مصر والشام. طيب راح لملك بيت المقدس اللي هو اسمه بلدوين الرابع. مين اللي راح له؟ صلاح الدين. يبقى عندك هنا ركز، صلاح الدين ومين تاني؟ عندك هنا اهو صاد صلاح وبه بلدوين. صلاح الدين راح له وعقد معاه هدنه. طيب الهدنه دي يا مستر كام؟ قال لك 5 سنوات. طب الهدنه دي بتنص على ايه؟ قال له ولا ليك دعوه بمسلم
ولا انا ليا دعوه بمسيحي. اي مسلم جاي تاجر معاكو او يعدي من ارضيكو براحته، والعكس صحيح. اتفقنا؟ اتفقنا. الدور الهجومي بقى يمتد من عام كام؟ 582 الى 588 هجري، بعد ان فرغ صلاح الدين وقامه بتعبئة شاملة. يعني تعبئة شاملة، قالك اي شخص قادر على حمل السلاح يجي يدخل في جيش الايه؟ المسلمين، لجمع قوى المسلمين وكافة مواردها البشرية، اللي هو مين؟ اي حد قادر على حمل السلاح، والمادية اي شخص معاه فلوس يتبرع علشان نقوي الجيش ونجيب اسلحة. واخذ يتأهب لمعركة حاسمة ضد مين؟ الصليبيين، وهي طبعا معركة حطين. طب ايه اسباب معركة حطين يا مستر؟ انت لسه قايل لي ان هم عاملين مع بعض معاهدة. هقول لك يا عم، المعاهدة كام سنة؟ قلنا 5 سنوات. أرناط ده قائد، وده أمير حصن اسمه حصن الإيه؟ الكار. أرناط ده اللي هو رينو دي شاتيون، هو اسمه كده رينو دي شاتيون، وده كان فرنسي طبعا. هنا التابع لمملكة بيت المقدس. احنا قلنا الهدنة 5 سنوات بين مين؟ صلاح الدين وبلدوين. أرناط خلى في مجموعة حجاج مع الدين، وراح نازل قتل اللي قتله وخد أموالهم وأسر منهم ناس. طبعا كان عاوز يستولى على إيه؟ على مكة والمدينة. يبقى هو خرق الهدنة انه قتل الايه؟ حجاج، واعترض طريقهم وخد اموالهم وخد منهم اسرى، وفي نفس الوقت كان عاوز يستولى على مكة والايه؟ والمدينة. طيب صلاح الدين كلمه قال له اعفي عن الاسرى ورجع ايه؟ اموالهم. اعفي عن الاسرى ورجع اموالهم. أرناط قال له لا، انا ولا هطلق اسرى ولا هرد ايه؟ اموالهم. صلاح الدين قال له والله لازم اذبحها، لو اقسم على اراقة ايه؟ دمه. فلما اقسم على اراقة دمه اعلن الجهاد ضد مين بقى؟ الصليبيين. صلاح الدين اعلن الجهاد ضد الصليبيين في بلاد الايه؟ الشام. بص بقى يا معلم، ليه معركة حطين؟ ركز معايا واحد الله. دي طبارية، دي بحيرة. مين اللي بيشرب من البحيرة ده يا مستر؟ الصليبيين. صلاح الدين اعتبر، وليكن اعتبر ان هنا ده جبل، الجبل ده فوقه مين؟ الصليبيين. الصليبيين عندهم خزان مية بيشربوا منه. صلاح الدين خلى في واحد اسمه عيسى العوام، مش عليك في المنهج بس ركز، قال له يا عيسى انا لازم الخزان ده حد يبوظه يصفي الماء اللي فيه كله. طبعا عيسى العوام راح من البحر كده وخرم الايه؟ الخزان، وصفى الماء اللي فيه. طبعا هم فوق الجبل، صلاح الدين قال لك انا لو طلعت فوق الجبل، انا لو طلعت كده هم اقوى مني، هم محققين مبدا القوه انهم فوق، فانا لازم اخليهم ينزلوا. هتنزلهم ازاي؟ قال لك الميه، انا لازم اخليهم ينزلوا. صلاح الدين بعد طبعا عيسى العوام افسد الخزانات، الصليبيين بدأوا يعطشوا. صلاح الدين قال لهم والله ما بس كده، ده انا هولع نار هنا كده تحت. طب النار طبعا هتزود الايه؟ الحرارة، وراح عامل ممر ضيق عشان ينزلوا في حتة واحدة. هنا لما الصليبيين نزلوا لقوا مين قصادهم؟ صلاح الدين. يبقى انت عندك هنا السياسة الاستفزازية لأرناط اللي هو رينو دي شاتيوه، بسبب هجم قوافل الحجاج المسلمين حاول أرناط الاستيلاء على بيت على مكة والمدينة الايه؟ المنورة. ركز معايا بقى واحد الله كده. هنا صلاح الدين احنا قلنا مشي من نهر الاردن، فصلاح الدين يا عمي مشي من نهر الايه؟ الاردن. طيب ليه يا مستر راح من نهر الاردن؟ عشان يفشل التفوق، هم متفوقين بسبب ان هم فين؟ انا قلت لك فوق الجبل مرتفعات حطين، وعندهم خزان مية، وخزان المية يكفيهم. طب صلاح الدين هيعمل ايه؟ قال لك قام الصليبيين بقياده مين؟ ريموند ثالث الوصول لمرتفعات حطين، فمنعهم صلاح الدين من الوصول الى ايه؟ ماء البحيره. فانا قلت لك من شويه صلاح الدين ولع نار هنا كده، طبعا ده زود الايه؟ الحراره، وفي نفس الوقت انا قلت لك خلى عيسى العوام يعمل ايه؟ يفسد الخزانات. طب لما افسد الخزانات طبعا هم قدموا البحيره، هو ساب البحيره ومشي وعمل ممر ضيق. نزلوا هم من الممر الضيق ده لقوا مين قصادهم؟ صلاح الدين جاي لهم من الجناب كلها، وطبعا هزمهم. وطبعا هنا وقع ملك بيت المقدس جيلوز جنان وكبار الفرسان في القصر بما فيهم مين؟ أرناط. طبعا أرناط صلاح الدين عفى عن جميع الأسرة الا أرناط، قتله وفاء لايه؟ لقسمه تمام، وغدره بالحجاج المسلمين طبعا. طب عندك هنا نتائج، عندك هنا نتائج موقعة حطين. طبعا الصليبيين اتهزموا هزيمة ساحقة بسبب ايه يا مستر؟ قالك بسبب اول حاجة، عندك اول حاجة التخطيط الجيد لمين؟ لصلاح الدين، وحفظ جغرافية المعركة. طيب صلاح الدين استولى على المدن الايه؟ الساحلية. طب ليه استولت على المدن الساحلية؟ قالك لمنع الامدادات للصليبيين، عشان انا قلت لك الصليبيين دايما بيجوا من اوروبا، واوروبا فين؟
جنوب البحر المتوسط بالنسبه لهم، يعني يقع البحر المتوسط بالنسبه لاوروبا فين؟ في الجنوب، خطها في الجغرافيا. ثم توجه الى بيت الايه؟ المقدس، وحاصره الى ان تم فتحه يوم الجمعه 27 رجب، وده طبعا كانت رحله الاسراء والمعراج. طب صلاح الدين ليه يا مستر ما دخلتش على بيت المقدس على طول؟ قال لك لا، هو خد المدن الساحليه ليمنع الامدادات للصليبيين. طبعا بعد ما خد بيت المقدس الروح المعنويه للمسلمين ارتفعت، وصلاح الدين رد اعتبار الشرق من ايه؟ من جديد. طب الصليبيين يا مستر اصبحوا في موقف ايه؟ دفاع. صلاح الدين الاول هو اللي كان في موقف دفاع، الصليبيين دلوقتي هم اللي بقوا في موقف ايه؟ دفاع. صلاح الدين هنا يا مستر حقق مبدا الايه؟ الانتصار، حقق مبدا القوه، وحقق مبدا الاتحاد قوه والتفرقه ضعف. طيب هنا صلاح الدين طبعا واستحال بقائهم في بلاد الايه؟ الشام. هنا اظهرت اهميه الوحده بين المسلمين، لان طبعا لو المسلمين توحدوا في الوقت حتى اللي احنا فيه، احنا تقريبا 2 مليار و300 مسلم، 300 مليون مسلم، 2 مليار و300 مليون مسلم لو توحدوا. طبعا مقدساتنا هترجع لنا، البيت المسجد الاقصى هيرجع لنا، القدس هترجع لنا ان شاء الله. هنا طبعا ظهرت براعه صلاح الدين الايه؟ العسكريه و قيادته الحكيمة. طيب موقف صلاح الدين من أهل بيت المقدس، هو دخل على بيت المقدس، صلاح الدين طبعا عفى عنهم وأمنهم على أرواحهم وأموالهم. صلاح الدين قال لهم إحنا ولا طمعين في أرواحكم ولا أموالكم. طب الشيوخ والنساء والأطفال عفاهم من دفع جزية الإيه؟ الفداء. الفدية حاجة والجزية السنوية حاجة تانية. يعني إيه فدية؟ الفدية ده يا مستر لما مسلم بيدخل على مدينة، إحنا قلت لك الترم الأول إحنا بنخير اي مدينه رايحين نفتحها بين ثلاث امور. ايه اللي هم الثلاث امور؟ اول حاجه تدخل في الاسلام، لا اما تدفع الجزيه لا اما الحرب. لو اختار الحرب بندخل نحارب. اي شخص جوه بيدفع فديه، اللي هو فديه عن روحه، زي بالظبط ما انا اروح اخطف حد وبعد ما خطفته اكلم باباه اقول له والله انا علشان ادفع او علشان اعفي عن ابنك او بنتك انا عاوز فديه فدي. فانا طيب، فالفديه غير الجزيه. الجزيه اللي بتدفعها طبعا عنك الحمله الصليبيه الهين الثالثة، الحملة الصليبية الايه؟ الثالثة يا عمي. اسباب الحملة الصليبية الثالثة بقى رغبة الصليبيين في الاستيلاء على بيت الايه؟ المقدس، اللي مين خده منهم؟ صلاح الدين. بمجيء حملة صليبية ركز بقى، الحملة الصليبية كانت ثلاث قوات. أول حاجة ريتشارد قلب الأسد ده ملك إنجلترا، فريدريك بربروسا ملك ألمانيا، فيليب اغسطس ملك ايه؟ فرنسا. ركز، يبقى انا عندي كام؟ ثلاثة. وحد الله، هقول لك على حاجة مفيش حد هيقولها لك غيري، فركز فيها واكتب. عندك ريتشارد قلب الأسد وفيليب اغسطس ما كانوش بيطيقوا بعض، الاثنين ما بيطيقوش بعض. فعندك هنا ريتشارد أنا اللي هقول تمشي ازاي؟ فيليب اغسطس لا أنا اللي هتحكم، ده أنا القائد، أنا القائد، لا أنا القائد، أنا القائد. فيليب اغسطس اتقمص، قال له والله ما أنا مكمل معاك، ولف ورجع على ايه؟ فرنسا. فريدريك بربروسا كان حظه أسوأ شوية، هو والأسطول بتاعه غرقوا في البحر، كلهم غرقوا في البحر. مين الوحيد اللي راح؟ ريتشارد قلب الأسد. فالحملة الصليبية كانت ضعيفة، لو التلاتة كانوا راحوا كانوا أقوياء، لكن يشاء الله إن فيليب أغسطس يقفش من ريتشارد، قال له أنت ريتشارد أنت وحش وأنا مش هكمل معاك الرحلة، ورجع على فرنسا. فريدريك بربروسا يحصل عاصفة تغرقه هو واللي معاه، فمين يروح لوحده؟ ريتشارد قلب الايه؟ الاسد. طبعا بعد ان حكيته لك وقلت لك ان واحد غرق وواحد قفش ورجع على بلده، ادى ذلك الى ايه يا عمي؟ اقول لك فشلت بسبب مقاومه صلاح الدين، ورجعت الحمله الصليبيه ايه؟ مهزومه. طب الحمله الصليبيه كان صلاح الدين ضد مين؟ ريتشارد قلب الاسد. مين اللي اتهزم يا مستر؟ ريتشارد قلب الاسد. عقدوا مع بعض هدنه اسمها هدنه الايه؟ او صلح الرمله، زي صلح الحديبيه تمام، بين ريتشارد وصلاح الايه؟ الدين. عام كام؟ 1192، ونصت على المسلمين هيفضل معاهم بيت الايه؟ المقدس. يبقى طبعا ده ممتلكاتنا الدينيه او الاماكن المقدسه تفضل في ايدين الصليبيين، ليهم حق في تاديه الحج الى بيت الايه؟ المقدس. ما انت عندك هنا المسيحي بيحج فين؟ بيروح القدس. حتى انت لو تشوف يقول لك ايه؟ يا مقدس. لكن احنا كمسلمين بنحج فين؟ في الكعبه، مش عارفين ولا ايه؟ وعندك الشيعه طبعا بيروحوا يحجوا في الحسين عندنا هنا في القاهره. فانت عندك احنا مسلمين بنحج في الكعبه طبعا، اتمنى تبقوا عارفين المعلومه يعني. وعندك هنا المسيحيين بيحجوا في بيت المقدس في القدس، وعندك الشيعه بيحجوا فين؟ في القاهره عندنا في الحسين. ريتشارد عاد الى ايه؟ بلده. طب عاد الى بلده ايه؟ منهزما. صلاح الدين توفى، صلاح الدين توفى. بعد ما صلاح الدين توفى طبعا وهو في 57 من عمره،
الله يرحمه. ركز معايا ودي الاطلاع بس ركز معايا. اتجهت الى ايه؟ شرق. عندك الحمله الصليبيه الرابعه، الحمله الصليبيه الرابعه لينا مصر. لا هي مش عليك، هي كانت جايه على مصر، هي كانت جايه قصدي على بيت الايه المقدس، بس ما جاتش. ليه؟ جالهم رساله ان في بيزنطه شويه لخبطه، فالحمله بدل ما كانت رايحه على مصر راحت على القسطنطينيه. اتفقنا؟ هنا خلفاء صلاح الدين الايه الايوبي. عندك صلاح الدين ما خلفش. صلاح الدين كان عندك اخوه الملك العادل. طيب الملك العادل يا مستر مخلف مين؟ مخلف الملك الكامل اللي هو الكامل محمد والمعظم عيسى، دول كانوا اتنين. وعندك هنا يبقى انت ركز اهو عشان ما تتلخبطش وتبقى ورايا. صلاح الدين ما كانش بيخلف، فمين ابنه او مين اخوه؟ الملك العادل. طب الملك العادل لما مات مسك مين؟ الملك الكامل، كان اسمه الكامل محمد، وليه اخ اسمه المعظم عيسى. طبعا هيحصل بينهم خلافات ولسه هتاخدها. وعندك هنا الصالح نجم الدين، ده ابن مين؟ الملك الكامل. وعندك تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الايه الدين، وده طبعا بعد كده هيبقى دوله الايه المماليك. طيب عندك الحمله الصليبيه الهند الخمسه، الحمله الصليبيه الخمسه، ركز معايا. الحمله الصليبيه الخمسه جت من هنا، من هنا مستر، من جنوب اوروبا. راحت فين؟ راحت الى جزيره قبرص، دي في البحر المتوسط. طبعا راحوا داخلين على ايه؟ دمياط. ايه اللي يا مستر احنا متعودين ان الحملات الصليبيه دايما بتروح على القدس او على دمشق او على حيفا، عمرها ما جت على مصر. مش معنى بقت بتيجي على مصر؟ اقول لك، هم هنا في الحمله الصليبيه الخامسه قال لك مين الترسانه، مين الدوله القويه اللي بتدافع عن الاسلام؟ قالوا لهم القاهره اللي هي مصر. قال لك خلاص نهجم على ايه؟ على مصر. طب ليه يا مستر ما جوش على اسكندريه على طول؟ ليه جم على دمياط؟ لانهم طمعانين في القاهره، ما عاوزين العاصمه. فالحمله الصليبيه جت من جنوب اوروبا الى قبرص، ومن قبرص الى ايه؟ دمياط، وطبعا هتفشل. فعندك هنا اسباب الحمله، اسباب الحمله الصليبيين ادركوا ان مصر هي ترسانه العالم الايه؟ الاسلام، وقلعه التصد لطموحاتهم في الاستيلاء على بيت الايه؟ المقدس. يبقى هم هنا ادركوا قوه مصر الايه؟ هم هنا ادركوا قوه مصر الايه؟ العسكري والموقع الجغرافي. فانا اتفق. هنا قال لك حاصر احداث الحمل، حاصر الصليبيين مدينه ايه؟ دمياط، واستولوا عليه، اسرع الملك العادل بالقدوم الى من الشام في مصر لتصدي الحمله، ولكن توفي في الطريق. تساهل الملك الكامل، هركز معايا بقى وهقولها لك، انا احكي لك حكايه قصه محترمه كده. الملك الكامل ده خليفه مين؟ صلاح الدين. كان قاعد فينا مستر؟ قاعد في الشام. فهم استغلوا الصليبيين، استغلوا غياب الملك الكامل في الشام، وراحوا على مدينه ايه؟ دمياط. لما دخلوا على مدينه دمياط مين سمع ان الصليبيين بيهاجموا مصر؟ الملك الكامل، قصدي الملك العادل. الملك العادل جري من الشام على ايه؟ على مصر. هو جاي في الطريق مات. مين مسك؟ الملك الكامل ابنه. والملك الكامل ده من اسوأ حكام جم في عصر الدولة الايوبية. لما مسك الملك الكامل راح للصليبيين قال لهم خدوا بيت المقدس وسيبوا ايه؟ مصر ودمياط. الصليبيين رفضوا. الصليبيين لما رفضوا دخلوا منين؟ من نهر النيل. نهر النيل طبعا كان في فيضان. راحوا المصريين فاتحين السدود ومغرقين مين؟ الحملة الصليبية. ولما غرقوا الحملة الصليبية راح الملك الكامل وتساهل معهم للمرة الثانية. ركز معايا في الأحداث. الصليبيين هنا، واكتب ورايا الله يرضى عليك. طيب الصليبيين حصروا مدينة ايه؟ دمياط، واستولوا عليها. ليه؟ لأنها مدينة ساحلية وهم متفوقين في الأسطول. طيب الملك العادل أسرع بالقدوم من الايه؟ من الشام. يبقى هنا الصليبيين استغلوا غياب العادل الى مصر لتصدي الحمله، لكن ايه؟ توفى في الطريق قرب من ايه؟ من دمشق. مين تولى؟ ابنه الكامل. طب الكامل تساهل الملك الكامل مع مين؟ مع الصليبيين، حيث عرض الكامل على الصليبيين تسليم بيت الايه؟ المقدس لهم مقابل الانسحاب من دمياط. مين اللي رفض يا مستر؟ الصليبيين هم اللي رفضوا، قالوا لا ده احنا هناخد مصر وبيت المقدس والشام. فانت عندك هنا هم فين؟ في دمياط. هم جايين كده، المصريين فتحوا السدود بتاعت الميه، كان في فيضان، غرقوا الاراضي بالميه. فطبعا ده منع، عزل الصليبيين عن قاعداتهم البحريه فين؟ في دمياط. يبقى هنا كان هنا وقع، يجي يقول لك كده وقع عبء المقاومه للصليبيين الى الشعب في، هتقول له ايه؟ الحمله الصليبيه الهين الخامسه. طيب هنا نتائجها قال لك والله فشت الحملة الصليبية الخامسة، واضطر الصليبيين إلى الإيه؟ الجلاء. يعني إيه الجلاء يا مستر؟ يعني الرحيل. طبعًا الملك الكامل تسامح معهم للمرة الثانية، طبعًا عفى عنهم
دون أي شروط، وتم عقد هدنة كام 8 سنوات. فالكامل طبعا كان متسامح. طيب ركز معايا بقى، الحملة الصليبية لهين السادة، الحملة الصليبية السادة ارجع معايا بالتاريخ لورا. عندك هنا أنا قلت لك الكامل كان مخالف مين، أو العادل كان مخالف مين؟ الملك الكامل والمعظم إيه؟ عيسى. حدث خلاف بين المعظم عيسى والكامل محمد أخوه اللي هم عيال مين؟ الملك العادل. ده يقول له أنا معايا دمشق وحلب وبتاع، وده يقول لأ ده أنا معايا مصر ودمشق وحلب. يا ابني هنقسم ممتلكات أبونا علينا. الكامل كان طماع يقول له لأ ممتلكات أبويا كلها ليا أنا. فحدث خلاف بينهم، راح المعظم عيسى واستعان بمين؟ بالدولة الخوارزمية. الدولة الخوارزمية دي دولة ايه؟ مسلمة. هنا يتشابه المعظم عيسى مع مين؟ مع شاور. الملك الكامل محمد راح استعان بمين؟ في فريدريك الثاني، وده امبراطور ايه؟ المانيا. طب لما استعان بفريدريك الثاني ده كان صليبي، فيتشابه هنا مع ايه؟ مع درغام. يبقى المعظم عيسى يتشابه مع شاور، وده يتشابه مع درغام. طبعا الخلاف ده يتشابه بين الوزيرين شاور ودرغام. فريدريك جه، طب لما جه مستر دخل في حرب، معظم عيسى دخل في حرب مع مين؟ مع فريدريك الثاني. مين كسب يا مستر؟ قلت لك فريدريك. مين قتل؟ المعظم عيسى. معظم عيسى قتل. فراح الكامل لمين؟ لفريدريك. قال له خلاص شكرا كتر خيرك، المهمه خلصت خلاص اخويا مات، توكل على الله. هل انت بتهزر؟ عايزني ارجع اوروبا فاضي كده؟ ايدي فاضيه ينفع؟ يبقى انا اجي لك ومعايا جيش وعدي بحار ومحيطات وامشي كده. قال له ايه اللي يرضيك؟ قال له اخد بيت الايه؟ المقدس، عشان البابا في روما ما يزعقش. فقال له طب ايه المطلوب؟ قال له والله كالاتي. هنا ابرم الطرفان، يعني عقد الطرفان معاهده صلح اسمها صلح ايه؟ يافا. صلح يافا لانها كانت في يافا، ونصت على تسليم بيت المقدس وبيت لحم للصليبيين. طب المسلمين قال لك هنسيب لكم بيت الايه؟ المسجد الاقصى. يبقى انت ادينا بيت المقدس واحنا هنسيب لكم بيت الايه؟ المسجد الاقصى. يبقى الاتفاقيه دي كانت بنسميها ايه؟ التخاذل والتساهل في ممتلكات صلاح الدين. يبقى مين اللي فرط في ممتلكات صلاح الدين؟ هتقول له الملك الايه؟ الكامل. المعادله دي طبعا اثارت غضب مين؟ المسلمين، ان هم السلطان الكامل فرط في بيت المقدس. فضلوا يدعوا على الملك الكامل سنه على المنابر لحد ما جاله مرض السل وربنا خده. جه ابنه، مين ابنه يا مستر؟ صالح نجم الدين. صالح نجم الدين يا سيدي لما مسك مش زي ابوه، امال هو زي مين يا مستر؟ اقول لك هو زي عمه اللي هو مين؟ المعظم عيسى. هنا صالح نجم الدين زي المعظم ايه؟ عيسى. هنا الخوارزميين اللي هم انصار صالح نجم الدين خدوا بيت الايه؟ المقدس من ايد الايه؟ الصليبيين. لذلك قام الصليبيين بارسال حمله بقياده لويس الهون التاسع ملك فرنسا. ركز ركز ركز، قول كده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق. ودايما طبعا وانت برضو بتذاكر افضل ادعي كده وانت رايح الامتحان، اللهم احلل عقده من لساني يفقهه قولي. طيب عندك برضو الحمله الصليبيه جت من جنوب اوروبا، راحت فين؟ جزيره كريت، ومن كريت راحت الى جزيره رودس، وجزيره رودس راحت الى قبرص، ومن قبرص راحت الى دمياط. مش معنى دمياط يا مستر اللي بيجوا عليها دايما، ما بيروحش على اسكندريه على طول ليه؟ لك دمياط اقرب الى القاهره، وفي نفس الوقت دمياط خط ساحلي. الحمله الصليبيه راحت منين؟ من كريت لرودس وقبرص وبعدين الى ايه؟ دمياط. نفس خط سير الحمله اللي قبلها. طب هنا احداث الحمله، قال لك هنا الحمله وصلت الى دمياط، فاسرع الملك الصالح نجم الدين ايوب بالقدوم من الايه؟ من الشام. زيه زي مين؟ كان قاعد في الشام زيه زي مين؟ طبعا كان قاعد في الشام زيه زي الملك الايه؟ العادل. اسرع بالقدوم من الشام ولكن برضه توفى، يبقى يتشابه الصالح نجم الدين مع مين؟ مع جده الملك العادل. طب الصالح نجم الدين يا مصر كان متجوز مين؟ جاريه عنده اسمها شجره الدر، خدتها في العربي بس الاستاذ محمد خضر عليها. طيب هنا قامت شجره الدر بدور بارز في يا مستر، اقول لك في مين مات؟ الصالح نجم الدين. الصالح نجم الدين لما مات واحنا بنحار، او شجره الدر قالت ان الصالح نجم الدين القائد بتاعكم مات، الجنود هيصيبوا بالياس، وطبعا وهم بيحاربوا هتبقى روحهم المعنويه منخفضه، فاخفت عنهم ان هو مات وكلمت مين؟ ابنه تورانشاه. الحق ابوك مات بس ما تقولش لحد. تورانشاه جه طبعا مسك هو قاده الجيش. طب لو مسك قائد الجيش يا مستر تحالف مع مين؟ مع اسمه بيبرس البندقداري. طبعا بيبرس ده من احدى الايه؟ المماليك، وده اللي هيقتل قطز. عندك كده المنصوره كانت ساحه لحروب الايه؟ الشوارع. طب مين هيكسب يا مستر؟ طبعا بيبرس و تورانشاه. طبعا هزيمه مين؟ لويس التاسع
وطبعا مسكوه حطوه في دار ابن لقمان اللي هو كان القاضي. هنا نتاج الحملة فشت الحملة ووصل لويس التاسع بعد موقعة اسمها ايه؟ فراسكو، وثيقا مقبلا بالاغلال الى سجنه بدار القاضي ابو لقمان بالمنصورة. طبعا عقد صلح بين تورانشا والصليبيين. طبعا الصليبيين دفعوا نصف الجزية لمين؟ ليه؟ لويس التاسع. طبعا قتل تورانشا على يد الايه؟ المماليك. قتل تورانشا على يد المماليك. طب قتل ازاي يا مستر؟ محروقا مغروقا، مات، حرقوه، ملاش قدامه حاجه غير ان هو ينط في الميه، نط في الميه، فقتل محروقا مغروقا، نحس نرحم. فعندك بقى دور الدوله الايه؟ المملوكيه. شجر الدر لما اعلنت نفسها ملكه على مصر، الخليفه العباسي فضل يبعت في رسائل، هي مصر ما بقاش فيها راجل؟ هي مصر فين الرجال اللي بتحكم؟ وصلت لمرحله الضعف ان الستات هم اللي يحكموا مصر. فشجر الدر قالت لك هيحصل انقلاب عليا، المماليك هيغيروا ويقتلوني، فاعمل ايه؟ لازم اتجوز واحد منهم. وراح اتجوزت مين؟ زي ما انت خدتها في العربي، عز الدين ايه؟ ايبك. طب عز الدين ايبك لما جه شجرة الدر خلاص بقى راجل، هو اللي بيحكم، هو اللي بيحكم، بس مين متحكمه فيه؟ شجرة الدر. فعندك هنا قامت دولة المماليك بعدما اعلنت شجرة الدر نفسها ملكا على ايه؟ حكم مصر والشام، وكان ذلك برضاء المماليك النصارية اللي هم مين؟ اتباع صلاح الدين. ثم تنازلت شجرة الدر عن السلطة لزوجها مين؟ عز الدين ايبك، وتم تلقيبه بالايه؟ بالمعز. سأنفت دولة المماليك بعصريها البحرية والبرجية الجهاد، وسخرت مصر طاقتها وامكانياتها البشرية والمادية. تمام، طيب انا ده كله ما يلزمنيش. عندك المماليك البحرية اللي هم الاتراك، دول طبعا كانوا مماليك الصالح نجم الدين. المماليك البحرية دول كانوا مماليك الصالح نجم الايه؟ الدين، وسموهم مماليك بحرية لانهم كانوا قاعدين في جزيرة الروضة في النيل، نهر النيل. وعندك المماليك البرجية اللي هم الشراكسة او الجراكسة، هم مماليك السلطان المنصور قلاوون ومقرهم برج او قلعة الايه؟ الجبل. ركز معايا، سيف الدين قطز، ركز، ورقة وقلم واكتب ورايا، سيف الدين ايه؟ قطز. عز الدين ايبك مات او قتل. بعد ما قتل كان ليه وصية ان ابنه اسمه ايه؟ المنصور علي، منصور علي ابني يمسك الحكم بعدي. طيب مين القائد المقرب لعز الدين ايبك؟ كان سيف الدين قطز. سيف الدين قطز نفذ الوصية اللي مين يمسك؟ المنصور علي. المنصور علي طفل صغير. طيب مين هيبقى الوصي عليه؟ سيف الدين قطز. فهنا المنصور علي يتشابه مع مين؟ مع ابو القاسم انجور. وسيف الدين قطز يتشابه مع مين؟ مع كافور الاخشيد. مش كافور الاخشيد مسك البلد وهو وصي على ابو القاسم؟ يبقى ابو القاسم يتشابه مع المنصور علي، وقطز يتشابه مع كافور الايه؟ الاخشيد. طبعا اتابكا يعني ايه؟ واصيا له ونائبا للايه؟ للسلطه. خطر بقى. عندك هولاكو خان. هولاكو خان ده حفيد جنكيز خان اللي هو جيمولي، دخل بغداد ودمرها. دخل بغداد وايه؟ ودمرها. هولاكو خان تستسلم او مش تستسلم هتموت، فهو دخل بغداد ودمرها. طيب لما دخل بغداد طبعا بعد ما استسلمت الخليفه المعتصم كان بيخاف على ماله خالص، فلما استسلم برضه هولاكو خان ما رحموش وقتله. يبقى هنا دخول بغداد وتدميرها، يبقى هنا دخول عاصمة الخلافة العباسية. الله ينور عليك. قتل الخليفة المعتصم بالله العباسي، يبقى هنا ايه؟ قتل خليفة المسلمين. تقدم المغول نحو بلاد الشام واستولى على دمشق وحلب. طب مين اللي كان خد دمشق وحلب؟ صلاح الدين. هدوها تاني. هنا الاستعداد للزحف الى مصر لاستيلاء ايه عليها. ليه يا مستر مصر؟ قال لك لان مصر كانت ترسانة العالم، وطبعا كانت دولة قوية. ولكو خان ارسل رسالة الى ايه؟ قطز، والرسالة طبعا تحمل التهديد والايه؟ والوعيد، وطلب سرعة الخضوع والاستسلام. طب نص الرسالة كان ولكو بيقول لك ايه؟ اتعظوا بغيركم اللي هو مين؟ السلطان العباسي او الخليفة العباسي، واسلموا امركم قبل ان يكشف الغطاء فتندموا ويعود عليكم الايه؟ الخطأ. يعني ما تاخدش قرار غلط عشان ما تزعلش عليه. طبعا قطز اول مره الرساله دي كان قدامه ثلاثه رسل من هولاك، راح ذبح الثلاثه، وده طبعا كان اسمه اعلان الحرب. قتل الرسل ايام زمان يعني اعلان الايه؟ الحرب. طيب ناخد قطز. قطز هنا عقد قطز اجتماع مع العلماء. فقطز هنا بيعمل ايه؟ او بيطبق مبدا الايه؟ الشورى، وامراء المماليك اللي هم طبعا القوه الايه؟
العسكرية لرفع الروح المعنوية والتحفيز على قتل الايه؟ التتار. التتار هم المغول، بس طبعا دي فرقة انشقت عنهم يعني. أخذ القدس برأي الشيخ الايه؟ العز ابن عبد السلام. يبقى هنا خد منه ايه؟ فتوى، وكان القدس بيستعين بأهل الايه؟ الخبرة والمعرفة لجمع الأموال وتجهيز الايه؟ الجيش للدفاع عن المسلمين والإسلام. القدس كان ذكي، قال لك أنا مش هستناه يجي فين؟ يجي مصر. أنا مش هستناه يجي لمصر. ما اللي هتعمل يا عم قدس؟ قال لك أنا اللي هروح له. فزحف الجيش المصري خارج البلاد لمقاتل إيه؟ العدو. ركز بقى. قدس طبعا في معركة اسمها عين جالوت. معركة عين جالوت. بص يا عم. قدس طلع من مصر راح على إيه؟ قياصرية. قياصرية ديت اللي هي إيه؟ أول مدينة سيدنا عمر ابن العاص خرج منها إلى إيه؟ إلى مصر. مش سيدنا عمر خرج في خط سير الحملة من قياصرية إلى العريش؟ طيب فعندك هنا خرج قطز من مصر إلى قياصرية، ومن قياصرية إلى حيفا، ومن حيفا إلى عكا، وبعدين راح على عين جالوت. في طالبة قالت لي يا مصر هو ليه ما دخلتش من قياصرية على عين جالوت على طول؟ أقول لك ليه. قلتي لي ليه؟ حيفا وعكا تبع لمين؟ للصليبيين. تبع للصليبيين. فقدس راح هنا عشان يأمن ظهره، علشان يأمن ظهره. يعني ايه يا مستر؟ اقول لك. راح لحيفا وعكا قال لهم احنا جايين نحارب الايه؟ المغول. انا ولا عايزكم تبقوا معايا ولا عايزكم تبقوا معاهم، ولا تبقوا معايا ولا تبقوا معاهم، انا عايزكم تقفوا في موقف الحياد. الصليبيين قالوا له تمام. رجع على عين ايه؟ جالوت. طبعا المعركه كانت هنا. طبعا المغول جم على طبريه اللي هي البحيره، وطبعا راحوا على ايه؟ بيسان، وبعدين على عين ايه؟ جالوت. طيب خرج قطز من مصر الى الشام صوب عين جالوت بين في فلسطين، الله ينصرهم ويحررها يا رب. واتفق قطز مع الصليبين الموجودين في الشام على الالتزام الحياد والسماح لقوات بعبور الاراضي التي سيطروا ايه عليها. طبعا هنا الصليبين ظهروا الايه؟ موقف الايه؟ الحياد. مش حبا فين، هم خايفين برضو من المغول. التقى الجيشان الاسلامي والايه؟ والمغولي. في بدايه الامر ركز معايا، في بدايه الامر مين كسب؟ التتار. قطز لقى الجنود بتاعته بينصابوا بالهزيمه، قلع الخوذة ورماها، طبعا راح باصص للسماء قال اللهم انصر عبدك الفاني قطز واسلما. مين سمع؟ الجنود. الحماسة اشتغلت، كل واحد مسك سيفه جري. طبعا احنا اللي كسبنا الايه؟ المعركة في الاخر. طبعا تم قتل عدد كبير من قوادهم ومعهم قيادهم المعركة اللي هو اسمه ايه؟ كتبغة او كتبغة، وده طبعا كان ابن هولاكو خان. النتائج المترتبة، طبعا المغول كانوا بيلبسوا كده خوذة لها قرون، ومسمي نفسه زي ما اسرائيل بنت الكلب مسميه نفسها كده الجيش الذي لا يقهر. هم برضو كانوا مسمين نفسهم الجيش الذي لا ايه؟ لا يقهر. هزيمة المغول صاحبه اسطوره الجيش الذي لا يقهر، وتهزموا بامر الله زي بالظبط ما اسرائيل الفلسطينيين هيهزموها بامر الله. رفع الروح المعنويه عند المسلمين، ورد اعتبار الايه؟ الشرق الاسلامي، وسقوط الخلافه العباسية. الخلافة العباسية سقطت وبقت اسمها دولة الايه؟ المماليك. اصبحت مصر والشام دولة واحدة تحت حكم الايه؟ المماليك. طبعا هنا انقذت المعركة العالم الاسلامي والحضارة الانسانية. ليه؟ عندك هنا المغول لما كانوا بيدخلوا على اي دولة كانوا بيعملوا ايه؟ بيدمروها، بينفوا حضارتهم، بينهوا اي وسيلة للحياة، مش عاوزين حياة على الايه؟ على الدنيا اصلا. طبعا قطز كسب. طبعا الجنود فضلوا يسقفوا القطز ويحيى قطز. مين غار منه؟ الظاهر بيبرس اللي هو صاحبه وصاحب عمره، قتله. طبعا ركب على حصانه ورجع هو ايه؟ مصر. طبعا لما رجع مصر باسمه السلطان الظاهر ايه؟ بيبرس. الظاهر بيبرس استكمل الحروب ضد المغول والصليبيين. ركز، هو حارب الصليبيين والقطز، حارب مين؟ المغول بس، لكن ده حارب الصليبيين والمغول في الشام. طب عامل ايه يا مستر؟ استرد اماره ايه؟ انطاكيا. يبقى احنا كده معانا اماره الرها وانطاكيا. طيب نجح في الاستيلاء على الحصن الكرك اللي كان صلاح الدين بيحارب فيه، وارسوف ويافا. طبعا يافا ديت مدينه ساحليه. ومهد للاستيلاء على ايه؟ طرابلس. مهد يعني ايه؟ قال لك احنا هنستردها، لكن طبعا مات قبل ما يعملها. استطاع في حروب ضد المغول ان يردهم خائبين بعد ان ارادوا السق لهزيمتهم في معركه عين جالوت، وقام ابغى بالزحف على عدة مناطق. طب ايه اللي حصل يا مستر؟ عندك هنا هزيمة ساحقة بعد تحالفهم مع دولة الايه؟ السلاجقة. اوبا، مين هم السلاجقة؟ السلاجقة المسلمين. تحالفوا مع مين يا مستر؟ مع المغول، عشان يقضوا على مين؟ على المماليك. مين كسبهم يا مستر؟ المماليك كسبوا المغول والسلاجقة. طبعا هنا يتشابه موقف السلاجقة مع الكامل محمد، الاثنين كان موقفهم موقف ايه؟
مخزي. انا عاوز هنا بس هو مهد للسلاح على ايه؟ طرابلس. طبعا هزم في الاخر. مات. مين جه بعده؟ المنصور قلاوون. طبعا في الوقت ده في عصر المماليك بالذات كان القوي هو الذي يحكم. وصل حرب ضد الصليبين والمغول، حيث استطاع في حروبهم ضد الصليبين عمل ايه المنصور قلاوون؟ قال لك استولى على حصن الايه؟ المرقب. حصن الايه يا مستر؟ المرقب. تمام. مهد للاستيلاء على ايه؟ عكا. مهد. طب مين اللي كان مهد يا مستر للاستيلاء على طرابلس؟ قلت لك بيبرس. طب مين استردها بقى؟ المنصور قلاوون. يبقى هو خد طرابلس، وبعد ما خد طرابلس مين اللي مهد اصلا؟ كان الظاهر بيبرس هو اللي مهد لطرابلس. مين خدها فعلي؟ المنصور قلاوون. طيب مين بعده يا مستر؟ قال لك انا مهد بقى للاستيلاء على ايه؟ عكا. استطاع في حروبه ضد الايه؟ المغول. طبعا ده وصل حروب ضد الصليبين وحروب ضد الايه؟ المغول برضه. صد لهم ويهزمهم في معركه اسمها معركه ايه؟ حمص. عندها خرج ايه؟ ابغى بنفسه على راس جيشه من التتار، وتحالف معه ليو الثالث ملك ارمينيا الصغرى. فعندك الصليبين تحالفوا مع مين؟ مع المغول في عهد مين؟ المنصور قلاوون. طب عندك السلاجقه المسلمين تحالفوا مع المغول في عهد مين؟ الظاهر بيبرس. السلطان الاشرف خليل ابن قلاوون. طيب الاشرف خليل ابن قلاوون ده حاصر عكا اكثر من ايه؟ من شهر. طب مين يا مستر اصلا اللي مهد للاستيلاء على عكا؟ انت قلت لي مين؟ المنصور قلاوون. جه بعده الاشرف ابن خليل ابن ايه؟ قلاوون. حاصر عكا اكثر من شهر ونجح في الاستيلاء عليها. طب مين مهد له يا مستر؟ قال لك هنا المنصور قلاوون. تمام. طيب فهرب الصليبين الى جزيره ايه؟ قبرص. جزيره قبرص دي فين يا مستر؟ البحر المتوسط. يبقى جزيره قبرص في البحر المتوسط. اسقط مدن الاخرى مثل صور، صيدا، وترسوس، ودي كلها مدن ساحليه تقع على الشريط الساحلي الشرقي للبحر المتوسط. هنا كده انتهى الوجود الايه؟ الصليبي في عهد مين يا مستر؟ في عهد الاشرف خليل ابن قلاوون. طيب عندك هنا بقى السلطان الناصر محمد ابن قلاوون. السلطان الناصر محمد ابن ايه؟ قلاوون. وصل الجهاد ضد مين؟ المغول. طيب تولى قياده الجيش مصر والشام في معركه اسمها ايه؟ مرج الصفر. معركه مرج الايه؟ الصفر. برضه هزم المغول، فلم يستطيعوا بعدها الاعتداء على ديار الاسلام. عقد المغول صلحا ايه؟ معه. يبقى المغول عقدوا صلحا مع مين؟ مع الناصر محمد ابن قلاوون. ده واجه الايه يا مستر؟ المغول فقط، ما واجهش الصليبيين. ليه؟ لان الاشرف نهى وجود الصليبيين فين؟ في مصر. عندك السلطان الاشرف بيرسيبي. قلنا جزيره قبرص دي جزيره تقع فين يا مستر؟ في البحر المتوسط. جزيره قبرص دول مين قاعد فيها؟ الصليبيين. هنا الخطر الصليبي رجع تاني اهو. كل شويه اعتبر دي ايه؟ قبرص. كل شويه بعتوا ايه؟ قبرص بحر متوسط. كل شويه بعتوا حملات على دمياط والاسكندريه يخلوا الناس بتصلي ويقتلوهم. من زهق الاشرف قال لك انا لازم اروح امسك الناس دي، واقسم ان هو لازم يجيبهم هنا يزفهم فين؟ في مصر. طبعا كانوا بيهاجموا اسكندريه يدمروا البيوت والمساجد وينهبوا الايه؟ الاسواق، ويعتدوا على النساء والاطفال. العمل ده اغضب مين؟ السلطان بيرسيبي، فارسل حمله بحريه نجحت في هزيمه مين؟ الصليبين، وجاب ملك قبرص اسمه ايه؟ جانوس، واسرى معه مئات الجنود ليزفوه في الشوارع الايه؟ القاهره. جاب جانوس ده قعده على الحمار بالمتشقلب كده، فضل يزفه. هنا لم يطلق سراح ملك قبرص الا بعد دفع فديه كبيره من المال، وبذلك نجح بيرسيبي في اخضاع معقل صليبي اخر. طبعا ظلت قبرص تدفع الجزيه الى ان دخلها العثمانيين 1517. يبقى دخل العثمانيين مصر 1517. دانت جزيره قبرص رودس بالولاء والطاعه للمماليك عن طريق الاتفاقيات الايه؟ السلميه. وهكذا استطاع دوله المماليك القضاء على خطرين كبيرين هم خطر الايه؟ المغول والصليبين على الشرق الاسلامي. كده نكون وصلنا لنهايه الدرس. اتمنى ما تنسوش الاشتراك في القناه، وتتابعونا سواء على التيك توك او على المنصه الخاصه بينا. ما تنساش فيديوهات الحل ان شاء الله هتنزل لك على المنصه. اشترك في المنصه. سلام عليكم.